من استوديو صيف البحرين صباح عليكم بأجمل الترحيب مشاهدينا في حلقة نهاية الأسبوع يوم الخميس الونيس. دائما نقول إيمان اليوم مستانسة دائما، يعني يوم الخميس ابتسامتها واصلة لي. أي ليش الخميس دائما يكون مستانسين ومتحمسين حق الويكند؟ لأن الويكند إجازة يوم ولابسة أخضر اليوم، والويكند أخضر. يعني دربج خضر في الويكند. إن شاء الله أتمنى كده. صباح بالخير على كل مشاهدي متابعي صيف البحرين، دائما يكون يوم الخميس يوم مميز وخفيف. فقراتنا وضيوفنا وفريق الإعداد مجهز لنا محطات متنوعة ليوم الخميس. لكن في البداية كده ودي أسأل حمد، إيش بتسوي اليوم؟ إحنا دائما نتحمس على الخميس، بس في نفس الوقت بدي اسالك شو تسوي كيف تتحمس؟ هني تتحمس وايد لدرجه تطلع من الشغل هني الوزاره بس ما عندك مخطط. شفت شلون انت متحمس بس تطلع ما في شيء، لانه ما تقدر تطلع، ما في برامج، تقعد في البيت. فدايما قلت انا هاي الويكند باخذها كراحه، بريح، ما بسوي ولا شيء. بتغير روتين؟ بغير الروتين، بريح عشان اي يوم لحد يعني اكون فريش. انت شنو مخططه؟ والله انا الصراحه يعني ما عندي مخططات، يعني نفس ما قلت ما في شيء اسوي. ما تلاحظين تتحمس قبل الويكند؟ من هي الويكند؟ ما عندك شيء تسوي، دقيقتين ويخلص. بس والله يعني مستمتعه، ورحت اخذ كوفي ورد، اخذ شغله ورد، بعد برنامج. يعني اسمه طلعت شويه وغيرت جو ورجعت البيت. وايد زين. طبعاً مع بداية صباحنا خلونا ننتقل إلى مدربنا الرياضي خالد البستيق ونتعرف على تحدي يوم الخميس وياه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تمريننا اليوم تمرين ممتاز حق مفاصلك، حق عضلات الجذع، الكور عندك. وايد منا ما يسوون هالتمارين، يسمونهم animal locomotion. راح نتحرك نسمع بعض الحيوانات يتحركون أساس نستفيد من حركاتهم ذي أو طريقة مشيتهم. كله تبي مساحة، مو لازم وايد عودة، تكون 15 متر 10 متر كفاية، حتى 5 متر رايح وراد بعد أوكي. بنسوي كل حركة حق مسافة 10 إلى 15 متر، أو إذا تبون حسبوا وقت كل حركة 20 ثانية مثلا. نبتدي. أول موف يسمونه البير ووك، مشية الدب. لاحظ بنزل تحت، بركوا شيء فرونت فيو حق تشوفون عدل، يدي تحت شتفي، الركب تحت خصري، تحت الهب، حلو، تحت الواك، فوق الأرض أكون مو تحت. ليش؟ أبي كور انجيجمنت، فأرفع فوق. لاحظ لما نبتدي، لاحظ الكوردينيشن والتناسق في الحركة، هاش احنا ما نلاحظه أبد. التناسق شيء مهم جدا جدا جدا، بالذات حق الرياضيين أصحاب الألعاب الجماعية. موف 1 قلنا بير ووك، مشية الدب. لاحظ 1 2 1 2 يسار يمين يمين يسار، يسار يمين يمين يسار. هاي خلصت المسافة ذي، أغير حق الموب الثاني فروغ هوبس، نفس الضفدع. أنزل سكوات كامل، حركة ممتازة ذي حق الأنكل مالك، يعطيك أنكل موبيلتي، خليك تستعد. عندك تمرين جري، عندك تمرين سبرنت. أهوس يدي على الأرض، وقت اللي بنتقل قدام فبستعمل الكور مالي، عضلات الجذع 100%. ها 1 2 3 أنزل على الكعب، 4 5 6 خلصت. هاي 2 animal locomotion moves. موب الثاني، هاي أفضل movement عندي، غوريلا lateral hops أو movement، نفس الغوريلا. حط يدي على الأرض، لاحظ الموفمنت، لاحظ التناسق، لاحظ الكوردينيشن، العضلات، المفاصل اللي بتتحرك. أحط يدي على الأرض، أهوس، أسوي جمب خفيف، هوب، وأنا رايح مرة ثانية، هوب، وصلت، أرد نفس الشيء، أهوس على الأرض، لاحظ قامت ريلي كامل، وأنا منتقل حق الجهة الثانية، حلو؟ هاي موف 3، موف 4، السبايدر كرول أو الكروكودايل كرول، نفس التمساح بتحرك، أنا سبايدر مان.
وين اليهور روهم اكو الحركه ذي فيها تناسق صعب عاده تكون تمزج فيها بوش ابس وكوردينيشن شلون لاحظ الالبو الني ركابي بروحون صوب الالبو مالي وانا منتقل يمين يمين يسار يسار 1 2 3 خليك قريب من الارض 4 5 6 ارجع نفس الحركه مره ثانيه مفاصل عضلات كور حتى الهارت ريت بيرتفع عندك في هالموفمنت باقي 1 موف كراب ووك هاي هني في هالبوزيشن خصر فوق شوي اشغل عضلات الجلوتس الكعب على الارض اصابع فوق رايح وصلت ارد احيانا نشوف الموفمنتس سهلين او نقول ايش فايده ذي ليش انا اسوي ذي ما فيدني في الحياه فيدك وايد بس انت ما تدري خلصنا الموفمنت بتسوي لي 3 تو 4 راوندز 3 ل 4 جولات من هاي الموفمنت بتخلص تريح لك بال ما قدرت اتنفس بتخلص بتريح لك 3 دقائق سوري بتريح لك دقيقه وتعيد مره ثانيه كل شيء جديد نبتدي فيه يكون صعب ولكن في شيء اسمه براكتس شنو براكتس تدرب على الشيء تدرب فكر فيه عقب جسمك بروحه بيتعلم يسويه في شيء اسمه muscle memory تكرر الشيء تسويه جسمك بيتعود يسويه بروحه من طقه سلف بروحه بروح يمين يسار يسار يمين يعطيكم العافية والله انت اللي يعطيك العافيه كابتن على هالتمارين الصباحيه مبتكر اي والله مبتكر. انا تعرفش اللي يعجبني في حمد انه هو يعلق يعني إيه؟ هو يقول دمه خفيف صح. وعفوي انت شنو عجبتك الضفدع ولا السبايدر انا لا تقصد الغوريلا كان الغوريلا انت عجبتك الغوريلا لا انا عجبتني السبايدر انا بس سبايدر قال يعني ناس سبايدر مان بس خساره ما كان في باتمان انا كنت ابي باتمان بس ما شاء الله عليه يعني يشبه التمارين بأشياء إيه. عشان ترسخ في البال وهذه التمارين على فكره وايد زينه حق الكور يعني مثل ما تعرفين اللي هو الكور الظهر اسفل الظهر عشان الاستابيليتي حق الجسم وايد ممتاز ويابها بطريقه انه يعني خفيفه نتذكرهم نتذكرها صح المسميات ايه. طبعا اكيد نشكر الكابتن خالد البسقي على هذا التمارين الصباحيه يعني مشاهدينا تمتد حرفه الخزف الى اكثر من 500 عام ويعتبر هذا الفن من ارقى الفنون والحرف خلونا نتعرف عليه اكثر في هذا التقرير مع التطور العمراني والطفرة الاقتصادية اللي حققتها مملكة البحرين اختفت العديد من الحرف اليدوية ورغم هذا استطاعت بعض المهن والحرف الصمود أمام كل التغيرات الاقتصادية مثل حرفة الخزف واللي يمتد عمرها إلى أكثر من 500 عام تعتبر الآثار الخزفية ثمينة لندرتها وجمالها إذ تقتنيها المتاحف ومراكز الثقافة ويعتبر هذا الفن من الفنون الراقية ويشكل الخزف حيز مهم في حياتنا اليومية لتعدد مجالات استعماله والإقبال المتزايد عليه بسبب فوائده الصحية والجمالية
الحديث أكثر حول هذه الحرفة معانا عبر السكايب المصممة البحرينية غادة الخزاعي. صباح الخير. صباح النور. في البداية طبعا يعطيك العافية على هذه الـ يعني التصميمات الحلوة. خلينا نتكلم أول شيء نتعرف على أهم الأدوات المستخدمة في حرفة الخزف. اولا سعيده بهاي اللقاء. وبالنسبه لفن الخزف هي اكثر شيء الاحتياجات طبعا تكون خامات وادوات. فبالنسبه للخامات عندنا خامه الطين اللي هي الخامه الاساسيه علشان الشغل، بالاضافه الى الالوان واللي هي الجليزات الطلاءات الزجاجية اللي تكون يعني متنوعة. ونجي للأدوات اللي هي الأدوات التشكيل اللي نحتاجها في التشكيل. نعم. مثل أدوات الحفر، أدوات يعني الخزاف هو بنفسه يصنع أدواته. صح. ممكن تكون هاي الأدوات حتى أدوات مطبخ، أدوات بناء، يعني الأدوات اللي يحتاجها كل خزاف تختلف عن الخزاف الثاني. جميل. هذه بالنسبة حق تفضلي. عندنا الشيء الأساسي في الخزف اللي هو الفرن. طبعاً مو فرن المطبخ، الفرن راح يكون خاص بالخزف، يستحمل حرارة عالية، بالإضافة إلى أنه ليه تكنيك معين علشان الحرق. هذه بالنسبة حق الأدوات اللي تستعملينها يمكن في هذه الحرفة وهذا الفن، لكن باعتقادك شنو اللي يميز الخزاف البحريني عن غيره من الفنانين في العالم؟ أنتم مثل ما تفضلتوا إن قلتوا إن الخزف فن عريق، وإحنا عندنا الفن البحريني مرتبط بهويته. فهاي اللي يميز الفنان البحريني عن بقية الفنانين، إن الأعمال الفنية دائما مرتبطة بتاريخه، بعراقة البحرين. فأنت لما تشوفين العمل تقولين هذا عمل بحريني مميز. صح. يعني العمل البحريني. والله كنا نتمنى تكونين معانا هنا عشان نشوف هاي كل الابداعات هذه اللي موجوده هنا يعني معانا مثل ما شفناها في التقرير. لكن بما انك تكلمتي عن الثقافات، هل ثقافه الخزف البحرينيه للحين محافظه على يعني ميزتها؟ مثل ما قلتي ان في يعني مثل ما تقول يعني تغيير شويه في هاي الامور. انا اعتقد ان فن الخزف حاله حال اي فن، لازم له رسالة، له فكرة معينة لازم أوصلها. وبالنسبة لي أنا كخزافة نوعاً ما متحيزة للخزف، أحس أن الخزف يجمع بين الاثنين، بين الرسم وبين النحت، فإنه يوصل الفكرة ووصل الرسالة للمتلقي بتكون أسرع وأقوى، يعني إنه وسيلة لتبادل الثقافات ووسيلة لأنه يطلع هوية البلد وفكرة الفنان. جميل. يعني فعلا ناس ما تفضلت وذكرتي ان الفنانين البحرينيين في فن او حرفه الخزف ما زالوا متمسكين بهذا الفن، لانه يعتبر هذا فن طبعا من خلينا نقول التراث والتقاليد البحرينيه. يعني احنا تربينا يمكن على هذه الحرفه وشفنا الكثير من المعارض سواء كانت القديمه ولا الحديثه، ما زال هذا الفن موجود فيه. يمكن حمد دائما نشوفه في يعني في المعارض اللي تصير اللي يسوونها يمكن اسر المنتجه، وفي المعارض اللي تصير في باب البحرين دائما حرفه الخزف تكون موجوده. وكانت تزين البيوت بالخزف. صح. ما كان في عندنا ديكور ومهندس ديكور، كان صح. الخزف هو اللي يعني يزين البيت. يزين البيت. صح. طبعا الخزافه البحرينيه غاده الخزاعي نورتينا وكل الشكر لك، ونشوفك ان شاء الله مره ثانيه مع هذه الادوات تكون موجوده عندنا في الاستديو ان شاء الله. شكرا. شكرا على الصبر. شكرا لك. فاصل قصير وراجعين مع فقرة الصحة التجميلية اللي بنتكلم فيها عن الابتسامة الرقمية. خلكم معانا.
عودة لكم مشاهدينا من بعد الفاصل. بنتكلم اليوم في فقرة الصحة التجميلية عن الابتسامة الرقمية. ما هي هذه الابتسامة؟ بنتعرف على مفهومها وطرق تطبيقها مع الدكتورة أسماء عبد الحميد، مدرس بقسم العلاج التحفظي بجامعة الإسكندرية وأخصائي الجذور والتيجان. صباحك الله بالخير، يا هلا ويا مرحبا فيك دكتورة. صباح الخير. يا هلا بالنور. أخبارك دكتورة؟ اليوم بنتكلم عن الابتسامة الرقمية وخطوات الابتسامة الرقمية، لكن في البداية نبي نعرف المشاهدين ما المقصود بالابتسامة الرقمية. الابتسامة الرقمية هي نحن بنستخدم برنامج معين على الكمبيوتر ان احنا نصمم ابتسامة جديدة للمريض من اول خطوة لاخر خطوة بالكمبيوتر، لغاية من اول ما المريض يدخل العيادة لغاية لما يطلع وهو مركب الابتسامة الجديدة، سواء كانت فينيرز، سواء كانت تلبيسات، سواء كان كراون، كله بيستخدم عن طريق السوفت وير. ما فيش حاجة بتبقى في المخ بس، لا، هو كله بيبقى على الكمبيوتر من A to Z. خلينا نتكلم يمكن عن الخطوات بما انت عرفتيها، خلينا نتكلم عن الخطوات من البدايه للنهايه، يمكن في ناس الاسم يمكن جديد عليهم وحتى يعني ما تعرف شنو هي، خلينا نتكلم عن الخطوات. الاول حاجه المريض بيبقى عنده مش جاي يشتكي من عنده مثلا اسنان شكلها مش مظبوط، فبنبدا ناخد صور، الصور ومقاسات مبدئيه، وبعدين الصور بندخلها على بروجرام دي حاجه اسمها دي اس دي او ديجيتال سمايل ديزاين. البرنامج ده بيحلل الابتسامه، يعني بيحلل شكل الوجه، هاي البروجرام نفس اللي موجود على الشاشه بالضبط. هو الصوره الغامقه اللي هي صوره الاسنان وهي قصيره شكلها مش مظبوط، ان يبان شكلها مش مظبوط. نبدا بقى نحلل الابتسامه ونظبط تو اطوال السنان وعرضها وترتيب السنان مع بعض بناء على وجه المريض. طبعا مثلا انا وشي مدور، في واحده وشها طويل، في راجل غير الست، الوشها شويه ناعم غير الوشها مثلا مليان، فكل واحد ما ينفعش، يعني مفيش ديزاين واحد لكل الناس. البرنامج ده مفيد جدا. هنا الصور، هنا ده دي المحطوطه دي صوره، انا بس يعني ركبت الشكل على الصوره، هاي مو فاينل، هاي بس صور للمريض، هاي بس صور نوري للمريض ايه رايك. لا والله طويل قصير مش عاجبني، بس هي صوره، احنا ما ركبنا اي شيء، هاي بس صوره. بعد كده المريض قال اوكي، نبدا نعمل حاجه مؤقته نركبها على المريض، مؤقت بلاستيك، حته بلاستيك بالديزاين اللي هي دي المؤقت عشان يشوف الشكل ويتاكد من كل شيء، لانه هو ممكن يكون حاجه في مخه غير اللي في مخي، غير اللي في الكمبيوتر، صح، فلازم الديزاين اللي احنا حطيناه يتحط على وشه، يعني كتطبيق مبدئي ايه هاي برضو بالكمبيوتر، هو الكمبيوتر هو الجهاز حول، عمل حاجه اسمها 3D printing، حول الرسمه الصوره اللي على المريض الشكل ده لحته بلاستيك تتحط. بعد كده اوكي تمام، نبدا بقى المرحله الاخرانيه ان احنا ناخد القياسات ونبعت للمعمل، المعمل يبدا يستخدم ماشينز معينه يحول الشكل البلاستيك ده اللي هو المريض وافق عليه للفاينل اللي هو الحاجه النهائيه، الفاينل الشكل النهائي اللي احنا بنلزق بقى الفينيرز. يعني دكتور ايه اول صوره هي قبل الصوره اللي في النص، هي بس صوره، صح، الفاينل هي اخر صوره اللي من الناحيه اللي هناك. شو الماتيريال اللي مستخدمه فيها هذه؟ والله افضل ماتيريال هو الاي ماكس، والاي ماكس منه انواع ترى، يعني في نوع لون الطوفه، ايه الطوفه لون واحد حته بلاستيك محطوطه كده وخلاص، وفي نوع درجات الوان، يعني المريضه لما تضحك تلاقي اللون اللي تحت غير اللون اللي فوق، طبيعية تماما ما تبين ابدا، بس فرق في اللون. طبعا احنا بنبيض شويه السنان بنخلي لونها حلو، لكن تدريج الالوان على السنان يكون مظبوط زي الطبيعي بالظبط. حتى ملمس السنه، يعني ملمس السنان ما تبقاش سموث كده ناعم، لا، بتبقى فيها تدرجات، يعني لما اللايت ينزل وتضحك تحس ان في ريفلكشن، اللايت ريفلكشن حلو يكون طبيعي غير بالزبط. مبالغ ايه، مش بلاستيك كده محطوط زي اللي بنشوفه. يعني دكتوره يمكن احنا تكلمنا عن الخطوات وتكلمنا شلون ممكن تتم عمليه الخطوات من يدخل يمكن المريض العياده ليه ما يطلع من العياده، لكن نبي نتكلم عن المده الزمنيه اللي تستغرقين فيها لانهاء هذه الخطوات لانهاء هذه العمليه كلها. شوفي الدي اس دي اللي هو الديزاين نفسه على الكمبيوتر ما بياخدش ربع ساعه. ربع ساعه؟ ايه ربع ساعه، الديزاين نفسه ربع ساعه، لكن ان المريض يوافق على الديزاين ويقتنع بيه على الصور وبعدين على وجهه ده ممكن ياخد شويه وقت. فاحنا حتى بنحط المؤقت على المريض ونسيبه يعيش حياته شويه كده، لانه لما يروح البيت يقابل الناس يشوف يبص في المرايه ده اللي بياخد وقت. بعد كده مجرد ما هو قال اوكي تمام خلاص بناخد القياسات
ودين يمكن 1 ويك خلاص بي اي 1 ويك خلاص بنلزق السنان الدايمه يعني. بس هو الفتره المهم فتره هي ان المريض يقول اوكي خلاص اوكي انا عاجبني المؤقت اللي انا حطه خلاص. دكتوره خلينا نتكلم عن الحالات اللي تحتاج انها تسوي ابتسامه رقميه. والله بدايه من الناس اللي عندهم حشوات في اسنانهم قديمه فالحشوه بتتغير فطبعا كل شويه يجي بحشوه عايز يغير لونها الالوان مش مظبوطه مع بعضها فلازم يعمل حاجه لونها دايم وشكلها حلو. او مثلا واحد سنانه اتكسرت او واحده مثلا سنانها فيها فلجات كتير الفلجات دي ما ينفعش تتقفل بالتقويم يعني هي اصغر من انها تتقفل بالتقويم وما تنفعش بحشوات برضو لان الحشوه لونها بيتغير بعدين صح. فبنعمل ايه؟ بنعمل فينيرز لونها ما بيتغيرش وبنحط الديزاين اللي هي عايزاه وبنظبط شكل الاسنان كامل على الوجه. يعني دكتوره خلينا نتكلم عن الاشتراطات اللي انت كطبيبه تحطينها في عين الاعتبار قبل ما تبدئين مرحله الابتسامه الرقميه لاي مريض. اول حاجه شكل وجه المريض بما يتناسب مع اهم حاجه لان في اكتر من 15 ديزاين كتير جدا. في السنان تكون مربعه في سنان تكون مستطيله في الكيرف يكون فلات في الكيرف يكون يعني كيرف عالي كده تضحك كيرف عالي يعني كل واحد غير. لما تيجي واحده وشها رفيع ما اقدرش احط لها اسنان مربعه ولما يجي واحد مثلا شويه جسمه كبير ما اقدرش احط له اسنان صغيره لازم يكون النيبان بارزين لازم تكون السنان شويه مربعه فبتفرق حسب شكل الوجه وبرضه لون البشره طبعا. هل يعني في ناس كانوا مقتنعين ان هم يبون شغله وانت كطبيبه تعرفين ان هذا الشيء ما ينصحه فشلون انت تقنعين المريض ان تقولين له لا هذا الشيء ما بالصور. بالصور انت عايز الديزاين ده اوكي فاين باخده بنحطه على السوفت وير وبعدين بنطبع صور اتفضل ده شكلك طبعا ما بيقتنعش ما هي عايزه بتاعت بنت خالتها او الممثل فلان الفلاني او صاحبتها مش عارفه مين يا ستي هي وشها مدور انت وشك طويل هي وشها شويه مكلبز انت وشك ناعم اللي ينفعك ما ينفعهاش صح يعني ما بيقتنعوش غير بالصوره ويمكن بعد حتى الجهاز يطلع لك شكل ممكن ما يعجب الشخص نفسه ايه عشان كده بنحط المؤقت كمان احيانا بنوصل لمرحله المؤقت بحط لك المؤقت زي ما انت عايزه وفي الاخر طبعا تقول لي لا اعملي زي ما قلت يعني. هل مرت حالات عليك يمكن شافوا السن على الشاشه قالوا اوكي لما جربوا بالمؤقت حتى إيه؟ حسوا انه ما ينفع اضطريتي تغيرين طبعا كل طبعا طبعا تقولي لا مش قادره اتكلم او زوجي قال لي مو حلو او صاحبتي قالت لي لا طوال او هم انا حطاهم مظبوطين تقولي لا طوليهم زياده او انا عايزه لا ان يبان شكلهم سيمبل انا عايزه ان يبان اكبر. فدي فايدة المؤقت يعني الصور الأول بنفهم المريض عايز إيه وبعدين المؤقت أهم حاجة المؤقت حتى التعديل كله بيبقى في المؤقت صح. الأجهزة بس قلتي جهاز الكمبيوتر شنو الأجهزة اللي المفروض اللي تستخدميها غير الكمبيوتر ولا هو بس كمبيوتر؟ لا في كمبيوتر وفي حاجة اسمها انترا أولر سكانر اللي هي اللي بناخد بها القياسات في طريقتين القياس في طريقة العادية وفي طريقة الكاميرا الكاميرا متوصلة بالجهاز بتاع الكمبيوتر بتطلع صورة الصورة دايركتلي على البرنامج خلاص مفيش مقاسات وبتتبعت سوفت كوبي لللاب للمعمل دايركت هذا تطور الطب الحين ما شاء الله وفي كمان الماشين يعني احيانا في طريقتين برضو في طريقة ان اللاب هو اللي ينحت السن يعني ينحت السن وده وبعدين يطلع لي السن اللي انا عايزاه وفي ميلينج ماشين جهاز بياخد السوفت كوبي ويقطع هو ويشكل الزيركون على السوفت كوبي اللي انا دخلته في البروجرام اسمه سارك او كات كام وده طبعا يعني ممتاز انا مفيش اي تدخل للعنصر البشري خالص. حلو انت قلتي اوكي على الديزاين قلتي اوكي على التمبرري خلاص دخلنا سوفت كوبي للبروجرام هو قطع هو عمل طلع السنين لزقناها خلاص انتهى الموضوع. يعني دكتور الحين هذا الجهاز حتى يبين شكل اللثه يعني ولا بس شكل اللثه؟ ده شكل اللثه دي اهم حاجه احنا كنا قلنا قبل كده في الحلقه اللي فاتت شكل اللثه دي اهم حاجه هو بيعمل ديزايننج الاثنين لشكل السنان ولارتفاعات اللثه لان احيانا بتبقى اللثه نازله فتضطرين تقصين اللثه وبعدين تصممين دي المرحله الاوليه احيانا بتبقى المريضه مش مقتنعه بموضوع قص اللثه ده اقول لها طيب اوكي هحط لك صوره بقص اللثه وصوره من غير قص اللثه طبعا الصور بتفرق كتير المريض بيفهم
يعني احنا دائما نقول حق المشاهدين لازم بعد تلجؤون حق استشارة الطبيب كل مرة، لا تتخذون أي قرار قبل ما تتأكدون وتشوفون، لأن في النهاية كرأي الطبيب مختص عنده رأي يكون أساسي يفيدك قبل لا يكون رأيك أكيد. وأهم شيء تبتسم عقب في النهاية. صح. يبتسم على قلب. مكشر ليش؟ بروح اليوم الخميس. إيه رايح حق الدكتورة ومسوي الهاي ومتعب روحك وابتسم. الابتسامة صدقة. دكتورة أسماء نشكر تواجدك وحضورك ونورتينا ويعطيك ألف عافية. شكرا لك. طبعا من الامور اللي تساهم في قوه المجتمع اصلاح ذات البين من خلال تقريب وتحابب المتخاصمين، مثل ما عودناكم كل خميس بنكون معاكم مع قصه لاطفال الصغار. قصتنا اليوم تحمل تصرف كبير في اصلاح ذات البين مع العم صالح، نشوفها مع بعض. السلام عليكم اطفالي الحلوين، معكم ماما ندى، ومثل ما عودناكم كل اسبوع خلونا نقرأ قصة جميلة. اليوم قصتنا سماعة الحاج صالح، قصة ظريفة ولطيفة يتحول فيها الشجار إلى خيار والسكوت إلى بسكوت، شلون؟ خلونا نشوف. يحكى أنه كان هناك صديقان حميمان اسمهما طلال وشهاب، يسكنان في بلدة صغيرة تسمى بلدة السحاب، وكان الصديقان المتحابان مقربين من بعضهما جدا، ولم تكن علاقتهما المميزة هذه سرا، فكان أهل البلدة يشيرون إليهما بالبنان كلما رأوهما الشارع يعبران. وكل يوم بعد المدرسة اعتاد الرفيقان أن يزورا دكانة الحاج صالح ليشتريا منه حلوى لذيذة أو موالح، وتارة يدفع ثمن الفاتورة شهاب والتارة الأخرى يدفعها طلال، هكذا حافظا على اتفاقهما دون إخلال. وكان صاحب الدكانة الحاج صالح رجلا طاعنا في السن مجعد الوجه ويلبس نظارة سميكة، ولأن سمعه ضعيف فهو يضع سماعة أذن تعمل بالبطارية ليستطيع سماع طلبات الزبائن الشرائية. وفي ذات يوم وبينما كان أحد الصبية يشتري عصيرا من دكانة الحاج صالح، إذ به يلمح شهابا يسير وحيدا دون طلال، فناداه على عجل وبادره بالسؤال: لقد سمعت اليوم أنك وصديقك طلال قد تشاجرتما في المدرسة، فهل هذا الخبر صحيح؟ هز شهاب رأسه موافقا وزاد بالتوضيح: وأنا لن أكلمه حتى يأتي ويعتذر عما بدر منه من إهانة وتجريح. وما هي إلا لحظات حتى قدم طلال إلى الدكان فألقى التحية على الجميع، لكن شهابا أدار وجهه الناحية الأخرى متظاهرا بانشغاله بتفحص أنواع البسكوت مقابلا التحية بالتجاهل والسكوت. وفي التو والحال بدا الضيق ظاهرا على وجه طلال، ولكنه أراد أن يبين لشهاب عدم اكتراثه، فسارع إلى سؤال صاحب الدكان عن أحواله: كيف حالك يا حاج صالح؟ تريد البسكوت المالح؟ سأل الحاج صالح مستفيما بعد أن وضع يده خلف أذنه اليسرى. ضحك طلال وقال ساخرا: يبدو أن سماعة أذنك لا تعمل جيدا اليوم يا عمي، لقد كنت أسأل فقط عن أحوالك. بعد ذلك مضى الصبي الصغير يتجول بين الرفوف محتارا ما يشتري بين هذه الأنواع والصنوف. أما شهاب فقد اختار أخيرا حلوى لذيذة وهم ليدفع ثمنها، فسأله الحاج صالح: هل ستأخذ علبة أخرى لطلال؟ رد شهاب بغضب: كلا، لن أشتري له الحلوى بعد الذي دار بيننا من شجار. وضع الحاج صالح يده خلف أذنه اليسرى مجددا وتساءل: تأكلان الخيار؟ ثم
ثم مد يده ليحضر حبات من الخيار وأكمل: أحسنت يا بني، فالخضار أكثر فائدة من الحلوى. استوقفه شهاب صائحا: أي خيار يا عمي؟ لقد قلت لك شجار. لقد ضحك طلال علي واستهزأ بي لأنني صارحته بأنني أخاف من الظلام. تطيرك الحمام، رد الحج صالح مقهقها. وبعد أن أعاد الخيار إلى مكانه أكمل: لقد ذكرتني بعباس بن فرناس حين حاول الطيران، ولكن يا بني إن أردت أن تكون بخير وسلامة فإياك أن تطير بجناحين من ريش حمامة. راح شهاب يحدث نفسه بصوت عال: إن تعطل سماعة أذني الحاج صالح يصاحب علي التفاهم معه، ومع ذلك هو معذور، لكن ما عذر أعز أصدقائي طلال حين لم يفهمني؟ صفق لك وأنت تغني؟ سأل الحاج مستفهما، ثم أضاف: أجل، أذكر كيف أنه صفق لك كثيرا حينما أديت عرضك المسرحي الغنائي، لقد كان أشد المشجعين والمهللين لصوتك الشجي. اطرق شهاب يفكر قليلا وراح يتذكر كيف كان خائفا من تأدية عرضه، وأن تشجيع طلال له هو ما ساعده على أن يقف على خشبة المسرح أمام جميع الحضور بكل ثقة وجرأة، منشدا النشيد بجمال ودقة. لكن شهابا بمكابرة واضحة رفع أنفه وقال: كان ذلك في السابق، أما الآن فإني لن أحتاج خدماته بعد اليوم. تعلمه طريقة العوم؟ قال الحاج صالح: إن هذا لطف منك يا شهاب، والسباحة تصبح أكثر متعة بمشاركة الأصحاب. وفي تلك اللحظة عاد طلال وهو يحمل كيسا كبيرا يحوي الكثير من السكاكر، وتوجه للحاج صالح قائلا: سأشتري هذه السكاكر وسأوزعها على الأولاد في الحديقة، وبالتأكيد هم سيستقبلونني هناك بود وترحاب. صديقك المفضل شهاب. وفي هذه المرة كان الحاج صالح يضع يده خلف أذنه اليمنى. هل سيتذكر طلال وشهاب أنهما أفضل صديقين في البلدة بعد كل هذه الذكريات التي ذكرها الحاج صالح؟ سنرى في الحلقة القادمة، تابعونا. وإن شاء الله إحنا ننتظر الأسبوع القادم ونشوف نهاية قصة العم صالح. وإلى آخر محطات حلقة الخميس في صيف البحرين، وشنو أحلى من أن نختم حلقتنا مع الفن. اليوم فقرتنا عن شاب بحريني دخل المجال الفني في عام 2005 من خلال مشاركته في مهرجان البحرين الغنائي، وشارك في العديد من المهرجانات والمسابقات والبرامج الغنائية سواء على مستوى البحرين أو الخليج. الفنان البحريني الشاب عبد الله البلوشي، صبحك الله بالخير، يا هلا ويا مرحبا. الله يصبحكم بالخير. صباح الخير. صباح الورد، نورت اليوم. والله انتم اللي منورين. والله شوف احنا ناطرين هذه من اسبوع لاسبوع هاي الفقرة، واليوم انا اللي ناطر جيت. احنا سعيدين اكيد بتواجدك وحضورك، ونفس ما قال حمد احنا نستمتع بفقرة الفن يوم الخميس. بما اننا اليوم الخميس فنحب نسوي يعني فقرة فنية حق المشاهدين. عبد الله، في البداية انت شارك مهرجان البحرين الغنائي في 2005، وبعدها يعني نعرف اسمك كعبد الله، كلمني عن هذه المشاركة وبداياتك بعد. طبعا البداية، نعم انا شاركت في مهرجان البحرين في سنة 2005، يعني شاركت بغنية عاطفية اللي هي أغنية انسى حبي، كان كلمات والحان صديقي الفنان حسين الحداد، وكان توزيع الفنان هشام السكران، والأغنية حازت على أفضل لحن وأفضل أداء وأفضل توزيع. ما شاء الله. إيه الحمد لله. يعني هاي الأغنية فعلًا معروفة في البحرين، يعني من ما شاء الله نزلتها وقاعد تتعامل مع سامي كبيرة يعني أكيد. إيه بداية يعني أنا أول ما طلعت، يعني بدايتي في دخولي في الفن
دخلت مثل ما يقولون دخلت بقوه يعني مو باللي شوي شوي لا الحمد لله يعني قدمت في وزارة الإعلام على هاي الغنية والحمد لله تم قبولي يعني الحمد لله. يعني عبد الله اليوم نبي نسالف عن يعني ما شاء الله ابتديت من 2005، هل صقلت موهبتك من 2005 لليوم؟ يعني خلينا نقول باشياء معينة قاعد تدرب عليها، في امور قاعد تركز عليها انك تطور ايضا من نفسك. يعني دائما احنا نشوف الفنان ما يوقف في مكان معين، بالعكس دائما يحب يتعلم شغلات جديدة، وعالم الفن يعني عالم متجدد متطور بالضبط. والناس بعد تحب تسمع الجديد، فخلينا نقول شو اللي اختلف من 2005 اليوم؟ طبعا انا بدايتي ما كانت 2005، 2005 هو ظهوري في الساحه كان 2005، اما بدايتي كانت من صغري يعني فانا كنت احب اغني، اكتشفت موهبتي من صغري. طب مو انا اكتشفت الموهبه عموما، يعني اي شخص موهوب سواء كان فنان او رسام او غيره دائما مو هو اللي يعني يكتشف الموهبه، لا اللي حواليه هم اللي يكتشفون الموهبه يحسون ويعززون فيه هاي الشيء، يعني يقولون له ترى انت مثلا صوتك جميل او انت رسمك حلو وتبر او لعبك حلو كلاعب كره قدم وغيره، فبالتالي الواحد يكون عنده يعني حافز انه يكون افضل واحسن ويقدم ويسمع. مثلا كوني انا كفنان من بعد ما حصلت التشجيع من ربعي وهلي فبديت لا قمت اطور نفسي اني اسمع اغاني اكثر واسمع نصايح يعني ناس تفهم اكثر مني في الفن، وبعدها قدمت يعني ان ادخل على المجال الفني. واحنا نبي نسمع منك. احنا اليوم بس نبي نسمع. يلا. عاد ساعدوني وقولوا لي شو انا شوف اذا بتسالني بقول لك الفنان عبد الله رويشد، اذا بتغني له شيء فهو زين. طبعا عبد الله رويشد من الفنانين المفضلين، واحب اغاني اللي اكثر اللي تعامل معاهم مع الفنان البحريني خالد الشيخ. طبعا انا خالد الشيخ بالنسبه لي انا اسميه الاسطوره. طبعا طبعا وجه له يعني تحيه الفنان الكبير. سامحوني بس لأن الأغنية ما تحضرني حاليا. يا فلان يلي ضحكتك غنوة على عيني، تسألني كل البشر عن دمعة بعيني. يا فلان يلي ضحكتك غنوة على عيني، تسألني كل البشر عن دمعة بعيني، عن دمعة بعيني تصور. سامحوني لان ما كنت مرتب الاغنيه فقلت الله الله مع الاهم شيء لبيت لي اغنيه عبد الله رويشد. لا في بعد بعض الاغاني بس لان في تونا في بدايه اللقاء ف ومطولين ترى الحمد لله خلص انا حاضر. يعني عبد الله ودي اسالك، ما شاء الله كنت عضو في فرقه البحرين الموسيقيه لمده عامين، شنو اضافت لك هذه المشاركه في الفرقه وشنو اكتسبت من مهارات في هذه الفرقه؟ طبعا انا اوجه تحيه حق الاستاذ المايسترو خليفه زيمان اللي هو يعني بادرني بذي الشيء وقال لي انه ليش ما تدخل ويانا في فرقه البحرين كعضو، وهاي الشيء اسعدني وانا قلت له ان انا اتشرف ان اكون انا عضو في فرقه البحرين الموسيقى. ومن بعدها بس دخلت الفرقه والحمد لله طبعا انا وايد استفدت من فرقه البحرين من ناحيه الموسيقيين ومن ناحيه الناس اللي اكثر مني خبره طبعا في المجال. طبعا فرقة البحرين يعني صح. فرقة كثير غنية عن التعريف طبعاً. وجود فنانين كبار كانوا فيها وتخرجوا العديد من الفنانين البحرينيين من هذه الفرقة. يمكن عبد الله مشاركاتك في المسابقات الغنائية ممكن ضافت لك وايد أشياء، شنو أهم الأشياء اللي ضافت لك هذه المسابقات؟ أوكي. خصوصا أنت قلت لي أن يعني غنيتك فازت في أحسن لحن، شنو ضافت لك هالشيء؟ شنو عطاك؟ أنا أقول لك الموضوع من البداية. أي قول لي. طبعا أنا قبل أشارك في مهرجان البحرين في ذاك الوقت في 2005
كان في وايد كاستنج البرامج الغنائيه. نعم. فكان في اكثر من برنامج كانوا يجون البحرين على مدى شهور قصيره، يعني كل شهر شهرين في يعني برنامج جاي البحرين. فانا قدمت على برنامج ستار اكاديمي في البدايه، وقدمت في مهرجان البحرين في نفس الوقت، والحمد لله الاثنين قبلوني، يعني تلفزيون البحرين وقبلوني الستار اكاديمي. فلا انا فضلت اني اتم في البحرين، في البحرين. يعني واسوي شغلي في البحرين. من بعدها خلصت من المهرجان الحمد لله، يعني فزت في الجائزه. بعدها بسنه يو بعد نفس الشيء برنامجين البحرين هم نجوم الخليج ونجم الخليج في ذاك الوقت، كان في سنه 2006، فشاركت نفس الشيء في الاثنين، ما خليت ولا برنامج يعني، والحمد لله تم قبولي من الاثنين. ما شاء الله. اي فهني بديت ان انا المفروض ان اختار، ها عبد الله وين بتروح، هني نجوم ولا نجم الخليج؟ لا طبعا اخترت نجم الخليج، لان نجم الخليج بالنسبه لي كان احسن، لان نجوم الخليج كان شوي البروسيجر عندهم تصوير 24 ساعه بيكون، فما حبيت انا نوع المراقبه يعني. فلا اخترت البرنامج الثاني، والحمد لله يعني وصلت للمرحله المراحل النهائيه يعني، وبعدها يعني ما كفيت. بس هاي من حسن حظنا ان احنا اكيد يعني كسبنا وجودك اليوم، كسبنا هذا الفن. طول بعمركم. اليوم ايش بنسمع بعد عبد الله؟ انا قلت لك اليوم احنا نبي نسمع شيء. احنا اذا فنوني يطلع يعني خلاص صوته رايح. هو لا انا ما عندي مشكله، بس لان يعني اختار الاغنيه اللي تعجبك، اللي انت ودك تغني اليوم، وخلنا نسمع وياك. غني حقي أنا مول. طبعاً أنا أحب أغني الأشياء شوي القديمة، لأن الجديدة صاروا ما صارت معروفة نفس القديمة يعني. شيء خفيف يعني. وصدق في وعدك يوم، ودي أحس إنك وفيت، اشرح لي مكتوب، علمني سرك ليه خفيت، أعطي الهوى جزرة ومدى، صبري وصل يا زين حدا، أعطي الهوى جزرة ومدى، صبري وصل يا زين حدا، وللصبر قال حدود يا مصبر صبر قال حدود يا مصبر الموعود. الله الله يا مصبر الموعود. هذه الأغاني طبعاً الأغاني القديمة جيل الطيبين، بس مو الطيبين الطيبين يعني. عليك والله الكل يسمعها. لا بس يعني الحين أنا في الآونة الأخيرة طلع جيل جديد. صح. اللي ما شاء الله بسرعة كبروا يعني. صح. ما يعرفون ترى هالأغاني يعني. ما يعرفونها صح. يمكن هاي اللي هذه اللي كنت بسألك إياه، أنت يعني ما شاء الله متمكن في العود وفي الغناء وشاركت مسابقات، إيش رأيك في الأغاني الجديدة؟ يعني أكيد أنت تعتبر جيل ثاني دخول هذه الجيل، ما نقدر ننتقد أن نقول والله الأغاني مو أوكي، لأن هاي جيلهم، هذه وقتهم، وهذه زمنهم، هذه زمانهم. فأنت شنو رأيك في هاي الموضوع؟ طبعاً الأغاني بشكل عام هي مسألة ذوقية، يعني ممكن أنا أحب أغنية ترى يعني. مو معناته لما انا اتكلم ان انا قاعد اغني اغاني قديمه معناته ان انا متحيز حق الاغاني القديمه وابدا ما اسمع الاغاني الجديده، بالعكس ترى انا شغلي يتطلب اني انا اسمع اغاني جديده وقديمه. يعني الاغاني الجديده الحين الاكثر رواجا يعني في السوق، والاغاني القديمه كذلك لها ناسها ولها جمهورها يعني. صح. فالاثنين هذه في اغاني حلوه جديده وفي اغاني حلوه قديمه. صح. في اغاني مو حلوه قديمه. فمو شرط اكيد هو الستايل تغير مثل ما قلت، الشباب تغير، وحتى يمكن جيلك انت يعني اللي شويه قبل يعني تحب هاي الاغاني، اللي قبلنا يمكن يفكرون نفس الشيء عنه. يعني يتغير الوقت، يتغير في ناس من هاي الجيل يعني صغار في السن
يسمعون قديم 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 يقول لك ان الجديد لا يعني ما قاعد ما في لا ما ياثر يعني ما ياثر فيه او يمكن ما يستهوي يمكن حتى اللحن يفرق اليوم يعني مو بس الكلمات اللحن يلعب صح دور اساسي يعني في النهايه مساله ذوقيه احنا ما نقدر نحكم على الناس يعني عبد الله في هالفتره خلال ازمه الكورونا الكثير من الفنانين لجأوا على مواقع التواصل الاجتماعي وحيوا حفلات تكون لايف الانستغرام ولا في اي طريقه يمكن حتى في اليوتيوب بالنسبه لك كفنان هل حاولت انك تقدم حفلات تكون لايف على الانستغرام وشلون تشوف تفاعل الجمهور اليوم في الانستغرام على لايف الفنان يعني احنا قبل يمكن انت كفنان تصعد على خشبه المسرح تشوف تفاعل الجمهور لكن يمكن ما تكون قريب منهم وايد بحيث الحين اللايف يكتب لك تعليق يعطيك الحماس فايش رايك في هالموضوع؟ فكره ان بعد الازمه اللي صارت ان بداوا الفنانين يستخدمون السوشيال ميديا يعني استخدام صحيح يعني ما نقول والله الازمه اثرت والناس قاعدة في بيوتها وبس وإحنا بعد بنقعد والله ما بنشتغل ولا ما بنسوي بالعكس لا يعني بادروا وسووا وهاي شيء جدا يعني يسعد الكل لأن بدأوا الناس يتابعون لأن ما عندهم شيء يعني أما بالنسبة لي أثر يعني أنا حبيت الفكرة وايد حبيت الفكرة بس إنه صارت كثيرة يعني صارت أوفر شوي فقلت أنا شنو بضيف زود يعني شنو أنا بيكون يعني في البداية كانت جديدة بعدين الكل سوا صح؟ الكل سواها يعني فيعني لو أنا إن أنا بدخل لايف أوكي بس إنه ما بيكون شيء جديد مو مثل أول شخص أو ثاني وثالث شخص سوا واللايف بس لك سؤال ثاني في نفس الموضوع بما أن أنت على نفس موضوع الأزمة اللي إحنا فيها كورونا الحين أنت كفنان أكيد هاي الوقت اللي أنت قضيت فيه في البيت يعني جاتك أفكار حق أغاني جديدة كتبت أشياء إحنا كفنانين يعني ممكن إنه يعني الوقت الفاضي ذي ممكن نستغله يعني في ناس يقول لك قاعد في البيت ما يسوي شيء الفنان عنده شيء يسوي فكلمني عن هاي الوقت الوقت اللي قضيته في هاي الازمه طبعا هو لان انا حاليا مؤسس لي شركه انا ومجموعه من الشباب طبعا هي شركه بعد شركه فنيه انتاج فني وفيها شباب موسيقيين وفنيين يعني من موزع و ملحنين ومضربين مصور ومخرج فبدينا نشتغل على موضوع الشركة نفسها يعني نحاول نطور ونحاول ان نسوي فيها إدارة جيدة يعني في هذا الوقت يعني انا استغليت الوقت ذي في هاي الامور اكثر يعني حلو لما تشوف ان يعني مجموعه فنانين قاعد يحاولون يسوون شغله حلوه نفس الشركه وغيرها لان احنا فعلا محتاجين الفن البحريني يعني نبي نسمع الاصوات البحرينيه وين فنانيننا ما شاء الله موجودين لا ما شاء الله موجودين بس كلنا مختفين احنا مشكله البحرينيين احنا خجولين صح يعني احنا عندنا شوي خجل يعني فمو بالكل يعني في بعض الدول الثانيه لا ما شاء الله عليهم جريئين حتى في السوشيال ميديا لو تلاحظون ما شاء الله عليهم عندهم جرأة حتى لو ما عنده موهبه يقدمها صح بس تشوفونهم جريئين يعني في كلمه تنقال شيء بالعام اللي خشري ونشي وانت صوتك جريء ونبي نسمع منه شيء تامر عمر عندنا يعني 6 دقائق نبي نطلع منك اللي نقدر نسمع كل الاغاني نقول أغنية حق محمد عبده بس بنقول منها مقطع شوي من النص يعني أغنية الفجر البعيد اسهر معي ليلة حاول تحس بلوعتي ليلة 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 وعد النجوم اش كثرها يلي في قلبي كثرها عد النجوم اش كثرها يلي في قلبي كثرها اسهر مع
معي ليلى. مقطع بسيط يعني أن الأغنية فيها مساحات أكثر بس عشان وقت البرنامج والمشاهدين بالعكس والله المشاهدين اساسا يبون يسمعونك يعني هم متحمسين اكيد لوجودك ويقولون وين عبد الله وين مختفي يعني انا ودي اسالك هالسؤال بدل الجمهور شوي لازم ابخل لازم يكون عندي شويه بخل بس عبد الله وينك يعني يمكن احنا نشوفك متواجد لكن يتم في انقطاع فتره وترد ترجع فتره صح. سبب الانقطاع هل هو تحضير لاعمال ولا تحس ليه ما في العمل اللي ممكن يشارك فيه عبد الله او ما في العمل اللي يمكن يجذب عبد الله انه يقدمه حقيقة أنا يعني قدمت كذا عمل عاطفي وطبعا عرضت في السوشيال ميديا أكثر شيء يعني عرض على السوشيال ميديا يعني مثل اليوتيوب وغيره من التطبيقات يعني فيعني بالنسبة لي أحس أنه ما حصلت المشاهدات ولا ما وصلت حق التارجت اللي أنت حاطة فمو معناته ان انا موقف انا مو موقف بس يمكن الناس تشتتت في في المتابعه الاول كنا يعني مثلا نطلع على التلفزيون في الراديو فكل الناس تسمع الراديو كل الناس تشوف التلفزيون صح. يعني هذا الاعلام اللي الكل يشوفه اما الحين في السوشيال كل واحد له قناته الخاصه يعني كل واحد يحمل المنبر ماله الخاص فاي يعني انا ممكن ان انا انزل اغاني واعمالي لكن اللي يتابعوني متابعيني في متابعين ما يتابعوني مثلا فما قاعد يشوفون والله عبد الله مختفي لا عبد الله موجود وينزل بس انه على منصته عبد الله يمكن انت يعني ستايلك مثل ما سمعنا وطريقة أغانيك هي الكلاسيك الأغاني الكلاسيكية الحين مثل ما طلعت الفيوجن ميوزك طلعت الريمكسات طلعت تنويع في الأغاني وهالأمور هذه وهذه اللي تنجح هي يعني هذه اللي تولي الهبة واللي تعطيك مثل احنا شنو نقول فيوز ايش قد فيوز عنده بالضبط فممكن انك تدخل في هذه مثل ما نقول الطريقة الجديدة ولا انت حابب ان تتم في الكلاسيك انا الاغاني اللي قدمتها الفترة الاخيرة كلها على مود الجو الرائج اللي عندنا اللي هو احنا نقولها بالايقاع الايقاع الهيوة او الغبيتي الايقاع السوق اللي متطلب الراقص يعني اللي الناس تحبه بس بعد زحمة الاغاني وزحمة الفنانين اللي طلعوا في ذي الوقت شوي تأثر قبل الفنان يعني الفنان عدد الفنانين قليل فلما الفنان ينزل بين فتره وفتره الناس تلاحظ بس كثره الفنانين وكثره الاغاني اللي تنزل في ذي الوقت لا تتغطي يعني الواحد ما يلحق صح احنا كجمهور فعلا يمكن حمد يعني يمكن في ست فنانين سبع فنانين ينزلون في نفس الفتره البوماتهم واغانيهم احنا بحيث ان نتشتت ما نعرف يمكن اي قبل فنان قبل فنانين اثنين تنطر لين ينزل الحين مثل ما اقول اوفر ويلم وايد يعني لان الحين كل يوم قاعد نشوف اسم جديد صح فنان كل يوم نشوف اسم جديد نفس ما قلت هذه سببها المنصه كل واحد عنده منصته الخاصه كل واحد عنده منصته فالفرص تزيد والحين يعني عندك فرصه اكثر السوشيال ميديا التكنولوجيا زادت حتى في الاستوديوهات يعني حتى يعني الشخص اللي ما يملك ذاك الصوت اللي خلينا نقول مثلا المميز يكون متمكن في الغناء يتعدى الاستوديو يساعده الاستوديو يساعده والهندسة بتساعده يعني شخص كلش أبدا لا يعرف الدوم من الري يقول له حفظونا قول كذي 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 وإحنا بنضبط لك الصوت وفعلا يضبطون له الصوت وفي النهاية تطلع أغنية وتنجح هاي الشيء اللي يعني خلينا نقول شوي يقهر إنه تنجح يعني يعني إحنا والله ودنا نسمع شيء عبد الله يعني على البحرين سوالفك ما تنمل بس يعني إحنا بعد طماعين بصوتك نقول عن البحرين ولا نقول الأغنية عاطفية؟ شيء عن البحرين بما أنه من ويا الختام. يعني ما شاء الله بسرعة. ما شاء الله الوقت مر معاك بسرعة. تبين عين لتشايوني أنا وكل اللي ما أملك فدا أرضك. يا شوق اللي إذا أبعت يناديني يقول أنت عزيز الراس وأهلك من أعز الناس يقول أنت عزيز الراس وأهلك من أعز الناس يقول انت بحريني يقول انت
سلامتك. وانت الفنان البحريني اللي احنا نفتخر فيه ونفتخر بهذه الاصوات الشبابيه اللي فعلا يعني نشوف احنا الفن البحريني في تطور. فاكيد اذا صار في تطور من الشباب البحريني اللي دائما يعني نقول انهم يحاولون يعززون يمكن من مفهوم الفنان البحريني اكثر ويطورون في هالمجال. فاكيد نشكر تواجدك حضورك فنان عبد الله البلوشي، وان شاء الله نشوفك في لقاءات ثانيه وننطر الجديد. انا اعرف انه في شيء جديد قاعد يتحضر، فاحنا ان شاء الله قاعد ننطر الجديد. بس قبل ما نختم حمد، انا ودي اشكر اي والله مطرشين لنا نقصه، بس خلينا نقرا الكرت. نصبح على طاقم برنامج صيف البحرين باحلى نقصه من احلى المحاشي نقدمها لكم، وان شاء الله تنال على اعجابكم. شكرا احلى المحاشي، طبعا مشروع يعني بحريني نفتخر فيه، مطرشين لنا نقصه، فنعم الله عليكم ومشكورين. وبكذي مع المحاشي ومع الفن نكون وصلنا لختام ساعتنا وياكم. يجدد فيكم اللقاء يوم الاحد، ونقول شنو؟ هابي هابي ويكند.